اللهم يسر. سوف نعيش اليوم أخطر مغامرة من أجل البقاء. السلام عليكم. فيديو جديد. أول شيء سوف نقوم به هو استخراج بلح البحر أو بوزروق المعروف بالاسم المغربي. جيب معي الكومبين واش للعمان. أعرف الراحة. هذا هو أنسب مكان لاستخراج بلح البحر. سوف نغامر مغامرة شيقة. شاهد كيف قمنا باستخراجه. يمتلك بلح البحر فوائد صحية عديدة، من ضمنها يساعد على شفاء الجروح بشكل سريع. ويعتبر بلح البحر من أغنى وأكثر الأطعمة البحرية احتواء على الأوميغا 3، وكذلك يساعد على عمل الدماغ بشكل جيد. هنا المغامرة الإخوان. اللهم يسر. شي كامل الاخوان كنعيشوكم المغامره. عندك طلع 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 طلع. اخوان حفظني الله. دابا روح حصيله. اللهم يسر على مولانا على مولانا. اللهم يسر. اللهم بارك. جاي نعم، كانت مغامرة شيقة لجمع بلح البحر، وهذه هي الحصيلة. حصيلة الله يجعل البركة ديال بوزروك. سوف نذهب لجمع نوع آخر من فواكه البحر، وهو إيوزة البرنقيل، وباللغة المغربية أصبع الخادم أو أصبع البحر. نوع هائل ويمتلك لذة هائلة، ولكن يعيش في أماكن صعبة. انظر كيف حصلنا عليه. وأخيرا انتهينا من المرحلة الأولى لجمع فواكه البحر، وسوف ننتقل للمرحلة الثانية. احتاج هذا الشباك المصنوع يدويا، إضافة إلى بقايا هذه الأسماك، ثم نضيف له هذه الصخور لكي تزيد في وزنه، ثم ننزله في هذه الحفرة التي يتراوح عمقها ما بين 15 و20 متر، ونتركه لمدة 10 دقائق، ثم نعود لسحبه. يعتبر هذا الجرد من أجود أنواع الطعوم للسمك. سوف نصيد به ونأكل منه. وبهذا نكون أنهينا مرحلتنا لجمع فواكه البحر، وسوف ننتقل لصيد الأسماك الآن. هذه هي أنسب طريقة لتركيب الطعم في السنارة. نعم، طريقة مغرية للسمك. نرميها في البحر ثم ننتظر حتى يبتلع السمك الطعم. إن هذا النوع من الصيد يحتاج الصبر قليلا. نعم، إنها أول سمكة علقت. إنها من نوع سمك الحداد، اكتسب هذا الاسم لأنه يقاتل بشراسة بطريقة حديدية. وهذه سمكة من نوع آخر، وهي الإسقمري، والمعروفة بالاسم المغربي كافيلا ولا تشرن. ولقد اكتملت مهمة صيد الأسماك بنجاح. هذه هي الحصيلة، والآن سوف ننتقل للمرحلة التالية، وهي طبخ هذا الشيء الكامل.
على قبل باش يعمر من هنا. شحال كيدير؟ هكذا قمنا بتنظيف السمك، فتحناه من ظهره ثم نظفناه بطريقة جيدة لكي نضيف له فواكه البحر. الآن اكتمل طبخ فواكه البحر، سوف نقوم بتنظيفها وتحضيرها، شاهدوا كيف قمنا بذلك. وحان الآن دور جراد البحر لتكتمل وصفتنا. مانا توجدوا هو. هنا خمرونة هي وجنيبة هي لتكتمل وصفتنا لا بد من الشاي المغربي الدكة باللغة المغربية. نص عامر ب... الله عليك على كرايجي نحاول نسدو برجل ديال بوجنيب. الله أكبر، بسم الله، الله الله. وأخيرا انتهينا من تحضير وجبتنا الرائعة. نعم إنها لذيذة للغاية، نتمنى أن تنال إعجابكم. وعند تذوق هذه الوجبة
لقد أنستنا الأتعاب التي مررنا بها، كانت لذة جميلة للغاية. نتمنى أن تجربوا مثل هذه اللحظات. وإلى هنا انتهت رحلة صيدنا وأكلنا. نتمنى أن تدعمونا بالإعجاب في هذا الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في قناة أجين صيدو لتتعلموا الصيد. وإن وجدنا الكثير من الإعجاب في هذا الفيديو سنعيده مرة أخرى، والسلام عليكم.